من الاخر عايز تعرف ايه اكتر حد وقفتي جنبه وانت بتمثلي قدام الكاميرا وحسيتي كده ان انت خايفه؟ والله مفيش اي حاجه من الكلام ده صحيحه. طب ليه اشمعنى انا كل شويه يطلع عليا اشاعه؟ عمرو انا عارفه ان انت هتمثل قريب قوي، اوكي؟ مش عايزه اسالك انت هتمثل فيلم ايه ولا مع مين ولا كذا. انا عارفه ان انت عايز تخلي الموضوع ده، انت متكتم على الموضوع دلوقتي عشان عايز تعمل سربرايز، وعارفه انه الموضوع هيبقى جامد موت. بس انا دلوقتي كده بما ان احنا قاعدين مع بعض، عايزه اسالك انت حاسس ان انت يعني مش هقول لك هتعرف تمثل او معرفش ايه، اكيد انت فنان واكيد انت موهوب وحد يعني. انا مبسوطه وبتبسط لما بشوف حد عنده اكتر من حاجه، حد بيلحن، حد بيغني، حد بيمثل اكتر من حاجه. فعايزه اسالك انت حاسس نفسك ان انت هتبقى قوي في التمثيل زي الغنى والتلحين؟ احنا اللي جبنا هنا اساسا. انا جايباك هنا عشان تمثل لي، انا دلوقتي عايزاك تمثل لي مشهد. انا ما اتبسطتش في كل اللي احنا عملناه ده. ما اتبسطتش بجد، ما كانتش حلوه. يعني لو انت كنت خدتيني اماكن تانية غير الاماكن اللي انت وديتها لي فيه، ايه يعني ايه الفرق؟ ايه المكان دوت اللي انت جايبانا فيه؟ مش عاجبك المكان؟ مش عاجبني طبعا، ومش عاجبني كل الرحله اللي احنا عملناها دي خالص، وحاسس ان هي يعني ما فادتنيش انا كعمرو مصطفى، كعمرو مصطفى ان الناس تشوفني وتشوف شكل جديد ليا ما فادتنيش. بكلمك بجد انا بجد انا متضايق ان انا هقول لك على حاجه بجد. انت بتمثل يعني دلوقتي أيوة، انت دلوقتي بتمثل بس. برافو يا عمرو، برافو. يعني بقى استيقظ لا ده انت جامد بتشغلني انا صعبه ما ينفعش. بس حلو. حبيت اول حاجه اتفاجئت بصراحه، قلت ايه اللي بيحصل؟ معقوله كل الاماكن دي وكل الفسح دي وما فيش حاجه عجبته؟ لا بصراحه كانت فسحه جميله. طب تقدر تعيط؟ لا انا ممكن افتكر موقف اثر فيا اعيط طبعا. ليه؟ بتستحضر حاله؟ طبعا. احكي لي بقى الوسط التمثيلي ايه اللي فيه بقى من الاخر؟ عايز تعرف ايه؟ عايز اعرف الوسط بتاعكم، خباياه، الكواليس بتاعته. بص هقولك على حاجه، انا دايما يعني انا بحب يبقى قلبي مليان حب وبحب الناس كلها. كل الفنانين اللي هتلاقيهم بجد هتلاقيهم كده. الحمد لله. وبجد انا يعني تربطني صداقه بفنانين كتير سواء في مصر ولا في سوريا ولا في الخليج، واحنا اصحاب جدا. مين اكتر ممثل نفسك تمثلي معاه؟ اكتر ممثل نفسي امثل معاه من انه جيل بقى؟ نفسي امثل من الجيل مع القديم او الجديد. نفسي امثل مع الزعيم عادل امام طبعا، ده حلم من احلامي ان انا امثل معاه اكيد. اكتر حد وقفتي جنبه وانت بتمثلي قدام الكاميرا وحسيتي كده ان انت خايفه، عندك رهبه كده منه؟ لا انا عايزه اقول لك على حاجه، انا كل مره بقف فيها قدام الكاميرا بيبقى عندي خوف ورهبه، ببقى خايفه لان انا دايما عندي قلق. وانا بقول ان ده القلق مشروع، الخوف ده مشروع، لان انت دايما عايز يعني كل عمل عن عمل انت بتتعلم، زي انت مثلا كل لحن عن لحن بتلاقي نفسك بتجود اكتر وبتتعلم اكتر وبتكتشف حاجات جديده فيك انت ما كنتش مكتشفها. فالممثل نفس الحكايه، انا دايما ببقى بيبقى في رهبه في اول التصوير، بس بعدين عادي بفك طبعا. يعني لو هقول لك كممثلين مين ان انا مثلا ما اقدرش افتكر، لا انا لازم ابقى مستريحه للي قدامي، لازم ابقى فكه وانا بشتغل مع الشخص اللي قدامي. اما رهبه الكاميرا دي طبيعي يعني انها تحصل. ممثل وانت واقفه قدامه كده حسيتي ان انت خايفه ان هو يتغلب عليكي يبقى اداؤه احسن منك يبقى؟ لا ده انا بتبسط جدا، ده لما اللي قدامك اللي قصادك بيبقى حد جامد بيعليك، لان مفيش حد يقدر يعمل حاجه لوحده. ممكن تقدر تعمل حاجه لوحدك حلوه، بس لو كان الطرف المقابل كمان جامد بتبقى الحاجه احلى واحلى. جمانة قابلتك مشاكل كتيرة جدا في الصحافة في الوطن العربي، وسمعنا عليك إشاعات كتيرة وسمعنا علاقات كتيرة وسمعنا حاجات كتيرة. أنت نفسك كفنانة بقى كإحساسك وأنت بتقري الحاجات دي كل يوم وأنت بتشوفيها، رد فعلك إيه؟ بص في البداية كانوا بيستفزوني، كنت بس بستفز يعني، وكنت بتضايق وبتغاظ. طب ليه بيتكلموا عليا كده؟ طب والله مفيش أي حاجة من الكلام ده صحيحة. طب ليه اشمعنى أنا كل شوية يطلع عليا إشاعة؟ كنت بتغاظ جدا وبتضايق وبكتئب. وبعدين ابتديت اعود نفسي ان انا ما اردش وان انا اطنش،
وان ما دام هم قاعدين بيعملوا كده ده معناه ان انا موجوده، ده معناه ان انا ناجحه، علشان كده هم مشغولين بيا. اوكي، بس عايزه اقول لك على حاجه، خلينا اكمل لك الموضوع الحته دي بس. بس في نفس الوقت انا تربطني بصحفيين كتير صداقه، وهم يعني زي ما بقول هم بيكملونا واحنا بنكملهم، يعني احنا محتاجين لهم وهم محتاجين لنا. في صحفيين كتير محترمين، ومش عايزه احكم على الصحافه بسبب الصحافه الصفراء. الصحافه الصفراء دول اللي هم اصلا يعني ما لهمش داعي، واللي هم كل شغلانتهم في الحياه ان هم بس يطلعوا اشاعات، لان هم اصلا من جوه فاضيين. فانا مش عايزه اعمم، لا، في صحافه محترمه، اوكي، ومش لازم نخلي الصحافه الصفراء تخلينا نعمم ان الصحافه كلها وحشه. انا بس عايز اقول لك على حاجه، بس الناس بس مش واخده بالها منها، ان الكلام ده خلاص الناس بقت تصدقه. لا، الناس بتفهم والناس حاسه وتعرف. لا لا، في ناس ما بتصدقش. بصي انا بكلمك الكلام دوت من واقع. بص، الظلم، هو الظلم وحش. لازم تعرفي، عارف، وبيوجع. لازم تعرفي ان ده بقى واقع. ان في طب ناس. طب انت ايه موقفك مثلا؟ لا، انت ممكن تعمل ايه؟ انا اكتشفت ان في مطربين بيخلوا صحفيين يكتبوا عني حاجات في الدول العربيه اللي انا مش بقراها. يعني بيكتبوا في الدول العربيه حاجات وانا ما بقراهاش، وانا دايما مش متعود ان انا ابقى متابع الصحافه بيحصل فيها ايه في السنه. يعني انت يا عمرو، في مطربين، قصدك انه في مطربين شباب انت بتنافسهم، هم اللي بيخلوا الصحافه تكتب عنك وحش؟ ايوه، في صحافه كتير بتختار حاجات. يعني انا يا جماعه ما عنديش اي صحفي بديله اي خبر عني. انا اخباري بتنزل على www.facebook.com/عمرو مصطفى. هو ده كل، هو دي الصحافه بتاعتي. اي صحفي بيكتب عن عمرو مصطفى عن لسانه ده مش موجود، لان انا ما بقابلش اي صحفي، ما بكلمش اي صحفي. يعني بعض الصحفيين، صحفي او اتنين بس، هم دول اللي هم في حياتي كلهم، حد من دبي وحد من مصر، واحد بس فقط لا غير، هو ده اللي بياخد الصحافه بتاعتي، وبياخدها عن طريق الانترنت، عن طريق www.facebook.com/عمرو مصطفى. غير كده مفيش اي مصدر اخبار عن عمرو مصطفى. طب ايش شعورك لما عمرو اتخانق مع عمرو دياب، عمرو اتصالح مع عمرو دياب، عمرو مش عارف عمل ايه، عمرو مش عارف. يا جماعه لا، انا علاقتي بعمرو دياب كويسه جدا، علاقتي بكل المطربين كويسه، علاقتي بكل الفنانين اللي من جيلي ومن الجيل القديم كويسه، فما عنديش مشاكل مع حد خالص، وعمري ما كان عندي مشاكل مع حد. طب ما دام ما عندكش مشاكل، مين بقى المطربين اللي هم بيخلوا الصحافه يكتبوا عنك وحش؟ اه ده كتير دول. ما هو هو واحد هو واحد معروف، مش ليا انا بس، هو واحد معروف للوسط الفني كله، وبيكتب عن كل زمايله. هو معروف، هو خلاص، هو يعني ايه، زي ما تقولي اتفقس خلاص، يعني كل الناس بقت عارفاه وعارفه الصحفيين اللي بيشتغلوا له. عشان كده انا يعني بناشد ان يتعمل برنامج، البرنامج ده يبقى عن الصحافه الماجوره، يجيبوا الصحفي ويجيبوا المطرب اللي كتب عنه، يبقى حاجه اسمها مثلا مواجهه كده ما بين الصحافه، مش مواجهه، الحقيقه، الراي والراي الاخر، معرفش هيبقى ليها اسمها ايه، بس دي حتاف يعني بجد هتبقى حاجه جامده جدا، ويبقى ليها ميديا خاصه بتاعتها، برنامج كل ياخد الاسبوعين الصحافه اللي اتكتبت ويكلم المطرب، انت حصل كذا كذا، ويكلم الطرف الثاني حصل كذا كذا، بس الصحفي ده مش هيكتب ثاني. فيها وجهه نظر. طب انا دلوقتي بقى عايزه اطلع من كل ده وجع الدماغ ده، وعايزه اطلب منك طلب. قولي. عايزاك تغني لي اغنيه كده لجمانه، هتغني لي ايه؟ يا قمر. يا لجمانه باسمك يعني؟ لجمانه اختك كده حبيبتك. هي كلها جمانة. لا انا مش عارف الف، انا ما بالفش. طب غنيني اغنيه كده. لا لعلمك بقى اللحن ده جامد جدا. طب اوكي، سمعت جمانة جمانة، عايزاك تغني لي اغنيه كده مثلا، يعني يعني فيها كلام. فيها كلام. يا جمانة يا جمانة يا جمانة. عمرو ده بتغيظني. خلاص عايزه فيها كلام كتير. اي اغنيه من اللي انت لحنتهم، من اللي انت غنيتهم باسمك؟ لا مش باسمي. امال ايه؟ ما انت قلت لي عايزه اغنيه باسمي. اغنيه كده مش باسمي. اهدي لك اغنيه؟ الكبير كبير هديني وريني، لما انت تبقى مش قادر يا عيني، والكبير كبير يا حبيبي، وانا عيبي مش هنسى انك طلعت عيني في سوريا. ولعلمك انا مش هموت عليك، انا عندي خمسه سته ليلة، انا عندي 10 ليلة راحت عليك، ما خلاص راحت عليك. ميرسي ميرسي ليك ميرسي يا حبيبي ميرسي.